حاجة يا فندم؟ خليكم انتوا هنا. تعمل ايه يا حاجة؟ طيب يا مدير المركز فين؟ عندك هناك اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا المدير بتاع المركز. بس ده مركز عالي قوي. عاملين شوية نشاطات بدل القعدة. فعالي قوي. ده في زغاريد كمان. فرج مين؟ فرج الخروف. فرج الخروف. صحيح، ده انا شايف كمان وز وبط ومعيز. عاملين نشاط اقتصادي. ده مطاهر كمان. نشاط اجتماعي. حضرتك مين؟ انا المدربة. مدربة ايه؟ بالظبط هو ده. وحضرتك؟ امال انت مين؟ وحضرتك مين يا كابتن؟ السيوف. ده حاجة حلوة يعني. لكن انت عمال تسأل انت مين انت مين انت مين؟ معرفناش انت مين يا حلاوة، انت جميل. أنا الوزير يا ولدي.